تحذيرات أمنية يطلقها المجلس العسكري الانقلابي في النيجر. هو مستعد للدفاع عن بلاده ضد أي عدوان كما يصف. تحذيرات تأتي في سياق تأكيد المجلس العسكري عن نوايا أجنبية للتدخل عسكريا في بلادهم عقب إطاحة المجلس بالرئيس محمد بازوم. اتهامات الانقلابيين تناقشها قمة دول غرب إفريقيا إكواس، والتي تبحث لأول مرة في تاريخها التدخل العسكري بهدف إعادة الرئيس المعزول إلى كرسي الرئاسة. يحضر القمة المنعقدة في العاصمة النيجيرية أبوجا بالإضافة إلى قادة دول غرب إفريقيا المؤلف من 15 بلدا، أعضاء الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا والمكون من 8 أعضاء، بالإضافة إلى تشاد الجارة الشرقية للنيجر. كما يبحث المجتمعون تعليق عضوية نيامي واستبعادها من البنك المركزي الإقليمي والسوق المالية مع قرار بإغلاق الحدود. لا يمكن إخفاء أن وجود القواعد العسكرية الغربية على أرض النيجر وما لموقعها وعلاقاتها مع الغرب من أهمية، أن ذلك لن يكون له تأثير على قرارات قمة الإكواس. قواعد وجنود غربيون في النيجر يصل تعدادهم إلى نحو 4000 جندي من فرنسيين وأمريكيين وإيطاليين وعدد من جنود الاتحاد الأوروبي. يأتي هذا في وقت أعلنت الخارجية الفرنسية تعليق كافة مساعداتها التنموية لميزانية النيجر. كذلك فعل الاتحاد الأوروبي الذي طالب بالإفراج عن الرئيس بازوم فورا. أما عن واشنطن فأكدت رفضها الاعتراف بشرعية قادة الانقلاب مهددة بقطع مساعداتها. وبين التهديد والوعيد يتخوف الشعب في النيجر من أن تسوء أوضاعهم أكثر في دولة تعتبر الأفقر في العالم وتعيش على مساعدات الدول لها.